لا لا، ألفاظ الطلاق نوعان، صريحة وغير صريحة. الصريحة طالق، طلقتك، أنت مطلقة، هذه ألفاظ صريحة. فارقتك، أنت مفارقة. في ألفاظ غير صريحة، روحي لأهلك، حبلك على غاربك، حياة معاك ما تستقيم، شوفي أمرك كذا، هذه يسأل فيها ماذا قصدت. الكلام غير الصريح يسأل، يقال له ماذا قصدت، لكن الصريح ما يسأل. يعني ما يصير واحد يقول حق روح انت طالق، واحد يقول ايش قصدك، ما فيش قصدك، هذه واضحه ما يسأل عن قصده. لماذا؟ لانه لفظ صريح. لا لا، طرد مو طلاق، لا، لكن لفظ طلاق طالق هذا لفظ صريح لا يحتمل، لذلك حتى لو قال اتغشمر او كذا لا ينفذ هذا الطلاق، يعني على قول كثير من اهل العلم.